هذه النشرة برعاية مسؤول سويدي يحذر من موجة لجوء كبيرة إلى السويد والهجرة تنفي، وتصف التحذير بأن لا أساس له من الصحة. الليبراليون ينضمون إلى الأصوات المنادية بحجب الثقة عن وزيرة في حكومة لوفين، وحزب الوسط يتمهل في إبداء موقفه. أهلا بكم إلى نشرة نهاية الأسبوع. حذر رئيس مجلس المقاطعات والبلديات السويدية أندريش كناب من ما وصفه بموجة جديدة من اللاجئين إلى السويد قد تكون قوية وتشبه ما حدث في العام 2015، فيما رفضت مصلحة الهجرة السويدية هذه التصريحات وقالت إن تلك التوقعات لا أساس لها من الصحة. وجاءت تصريحات المسؤول السويدي هذه خلال عرض له للوضع الاقتصادي للبلديات السويدية، حيث توقع أن يتسبب لم الشمل عائلات الأشخاص الذين حصلوا على إقامات في السويد بموجة جديدة من اللاجئين لم تستعد لها البلديات، حيث ستكون صعبة من الناحية المالية. لكن الناطق الصحفي باسم مصلحة الهجرة فند مزاعم المسؤول السويدي وقال إن توقعات المصلحة تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين سوف تستقبلهم البلاد العام الحالي 2019 سيكون أقل من العام 2015 بحدود النصف. رئيس حزب الليبراليين يان بيوركلاند يؤكد دعمه التصويت لحجب الثقة عن وزيرة الضمان الاجتماعي أنيكا ستراندال الذي كان دعا إليه حزب المحافظين. بيوركلاند وهو شريك في التحالف الرباعي طالب الوزيرة بالتنحي عن منصبها، معتبرا أن طردها للسيدة آن ماري بيغلر من إدارة التأمينات الاجتماعية هو أمر مخالف لقانون العمل العام. ومن جهته أعلن حزب الوسط أنه لم يتخذ موقفا بشأن هذه القضية بعد. وقالت زعيمة الحزب أني لوف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي لها في طبور اليوم إن حزبها سيناقش هذا الموضوع مع المجموعة الحزبية في البرلمان، قائلة من المهم استخدام أداة حجب الثقة بعناية. قالت الخدمات الاجتماعية السويدية أو ما يعرف باسم أسوسيال في بيان لها اليوم إن العديد من البيانات الحساسة يمكن أن تتسرب من نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها ملقية اللوم في ذلك على البلديات. فوفقا للبيان هناك العديد من البلديات السويدية لا تضمن حماية البيانات الشخصية الحساسة بشكل آمن، وعلى سبيل المثال معلومات عن الإدمان وعن الوضع العائلي والمساعدات المالية وعن الإعاقات المرضية المختلفة. وتذكر 13% فقط من البلديات السويدية أن لديها أنظمة أمنية جيدة بما فيه الكفاية للسجلات التي تعالج البيانات الشخصية. طلبت نقابة الشرطة السويدية من الحكومة التحقيق في إمكانيات توظيف عناصر من الشرطة النرويجية في السويد. وقالت لينا نيتس وهي رئيسة نقابة الشرطة السويدية إنه في حالة وجود نقص بالعناصر فإنه يتعين بذل كل جهد ممكن لزيادة عدد الموظفين. وتعتقد النقابة أنه يجب على الحكومة التحقيق فيما إذا كان يمكن استخدام الشرطة النرويجية كشرطة سويدية بعد فترة تعليمية قصيرة لهم في السويد. وحسب رئيسة النقابة فإنه يوجد لدى النرويج فائض في عدد الراغبين بدخول سلك الشرطة أكثر من العدد الذي يحتاجون إلى توظيفه. في أخبار البلديات والمحافظات، حذر تقرير جديد صادر عن خبراء في الأمم المتحدة العاصمة السويدية ستوكهولم من عواقب بيع العقارات العامة إلى الشركات الكبرى، مشيرا التقرير إلى أهمية النظر لعواقب ذلك والثمن الناجم عنه.
وزادت الإيجارات بشكل كبير في العاصمة السويدية على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بعد قيام الشركات الكبرى للإسكان برفع بدل الإيجارات بعد عمليات التجديد للشقق، ما يعني أن المزيد من الناس لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف المعيشة وتسديد ثمن الإيجار. وتؤيد الأغلبية البرجوازية في مجلس مدينة ستوكهولم بيع تلك العقارات لشركات كبيرة. أخيرا في هذه النشرة مشاهدينا، زادت عمليات ضبط المخدرات في السويد العام الماضي 2018 قياسا إلى ما كانت عليه في العام 2017، وذلك وفقا لإحصائيات جديدة صادرة عن السلطات السويدية. وتقول الشرطة إنها نجحت في ضبط المخدرات في نحو 50,000 عملية قامت بها خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 10% عن ما سبقها. ووفق الشرطة فإن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2019 شهدت قيام الشرطة بنحو 18,000 عملية لضبط المخدرات، وهو ما يعتبر أيضا رقم مرتفع. ماذا عن أحوال الطقس لنهاية الأسبوع؟ نهاية النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية